مش في نهاية كل سيجمنت لما أنا بحكي إذا في سؤال، تمام؟ الديفينيشن، وأظن كلكم يعني الأنمية ممكن تكونوا بتعرفوا أكثر، باطني والأطفال، لكن إحنا ما نحكي mainly كيف بتكون الإفكت أوف أنيميا على pregnancy. يعني شفت إسلام دخله، تمام، على إفكت أوف pregnancy. هلا الأنيميا هي pathological condition، إذا بدنا نحكي البرود definition لإلها. It's a pathological condition in which the oxygen carrying capacity of the red blood cells is insufficient to meet the body's needs. لكن في ال بيعرفوا في ال في الحمل نعتمد ال hemoglobin concentration. فال WHO considers a pregnant woman as anemic في الحمل إذا كان hemoglobin below 11 grams per deciliter. بينما الـ Center for Disease Control and Prevention عرف الأنيميا according to the trimesters، كيف بيكون الهيموغلوبين concentration في كل trimester. فإذا كان الهيموغلوبين concentration أقل من 11 grams per deciliter في الـ first and third trimester فالمريضة is anemic، بينما في الـ second trimester هو بيكون أقل، بتعتبر anemic الـ patient إذا كان أقل من 10.5 grams per deciliter. وبعد الولادة postpartum anemia إذا كان hemoglobin for the patient أقل من 10 grams per deciliter. طبعا هلأ رح نحكي إيش الـ ليش الـ cutoff point للهيموغلوبين كان أقل في second trimester خلال فترة الحمل، وبتوقع حكوا فيها لما حكينا عن برضو على maternal physiology seminar maternal physiology. تعتبر الأنيميا هي most common medical disorder في pregnancy. 30-50% من الستات بيصيروا anemic خلال الحمل. 90% من هدول الستات اللي بيصيروا anemic في الحمل بيكون iron deficiency anemia. بينما the next common type of anemia في الحمل هو folate deficiency تقريبا ب 5%. وفي rare other types من الأنيميا، vitamin B12 deficiency, sickle cell disease, thalassemia، وفي other types المفروض أنكم خدتوها. فأنا رح أحكي على الـ common types اللي هم الـ iron and folate، ونتطرق على الـ vitamin B12 والسيكل والثلاثينيا، هدول أكثر إحنا بنشوفهم أو بنواجههم تكون الستات فيهم حوامل. بتوقع هذا الكرتون شفتوه في السيمينار الماترنال فيسيولوجي، فرح أرجع أعيد إيش الفيسيولوجيكال تشينجز اللي بتصير. ففي البداية كلنا حكينا أو حكينا إنه اللي بيصير نتيجة الـ increase the production of progesterone خلال فترة الحمل هو smooth muscle relaxant، بيعمل peripheral vasodilation، بيقلل الـ peripheral vascular resistance. فبالتالي الجسم اللي بده يعمله انه بده يعمل يحاول انه يحافظ انه يكون في عنا normal cardiac output في الحمل لانه صار في عنا بيبي، ويشتغل عكس اللي صار اللي هو peripheral vasodilation اللي صار. فبده يحافظ كمان انه enough blood توصل للvital organs خلال فترة الحمل. فلذلك اللي صار انه كنحكي reflex mechanism بصير في activation للرينين أنجيوتنسين ألدوستيرون سيستم، وهذا بالتالي اللي بيعمل عنا صوديوم موتر التنشن، وبيزيد عنا البلازما فوليوم، وبيزيد بالتالي توتال بلود فوليوم. الانكريس في البلازما فوليوم ببلش ممكن نلاحظه تقريبا من بداية الحمل، فعلياً من 6 weeks بعد ما الست missed her periods. الزيادة تقريباً بتكون 10-15%، بتوصل تقريباً 10-15% أعلى من non-pregnant level على الـ 12 أسبوع، لكن بتوصل الـ maximum increase بعدين بيصير في rapid expansion في الـ plasma volume، بحيث أنه rapid increase المفروض تكون ما بين الـ 28
ل 34 أسبوع، وهناك الإنكريس بيكون تقريبا 30 ل 50% أعلى من non pregnant level. هذا بيعكس إنه يصير في إنكريس برضو في التوتال بلاد فوليوم، الماكسيمم إنكريس تقريبا 1100 ل 1600 سي سي، بحيث إنه بيكون 35% أعلى من النون بريجننت ليفل، فتقريبا بيوصل التوتال بلاد فوليوم على التير ما بين 4700 ل 5000 أمال. لاحظوا إنه بعد الفترة اللي حكينا عنها ما بين 28 ل 34 أسبوع بيصير في سلايد ديكريز في البلازما فوليوم، بس بتضل أعلى من النون بريجننت ليفل، وهذا السبب في الديكريز في البلازما فوليوم إنه أكيد توارد تيرم بيقل البروجستيرون سيكريشن برودكشن، والهدف منه إنه يصير في عنا إحنا بدنا يصير في يبلش يوتيران كونتراكشنز، فهو له إفكت على اليوتيران مسلز، فبدنا الإفكت أو سموث مسل ريلاكسيشن إفكت لإله يروح، فبالتالي بدها تزيد التوتال بريفرال ريزيستنس، وهذا رح يأثر على الرينين أنجيوتنس أو البروجستيرون سيستم، وبرضه بالتالي بصير في عنا decrease في البلازما volume toward the term، بس بتضل أعلى من non-pregnant level. نطلع على آخر جراف اللي هو أو اللي من تحت اللي هو red blood cell volume. red blood cell volume برضه بتكون فيها زيادة أعلى من non-pregnant level. الزيادة بتبلش تقريبا من 8 أسابيع بعد المست period، لكن الزيادة زي ما أنتم شايفين بتكون تقريباً ثابتة على طول فترة الحمل، بعكس الزيادة اللي بتكون في البلازما فوليوم بتوصل بتكون فيها شارب إنكريز بعد 12 أسبوع لتوصل الماكسيمم ما بين 28 و34 أسبوع، وعلى الريد بلاد سيل فوليوم الزيادة فيه بتكون ثابتة وهي بمعدل 20 ل 30% أعلى من non-pregnant level، وهي الزيادة بتكون في healthy pregnant woman، ونقصد بالhealthy pregnant woman اللي بيكون في عندهم sufficient iron stores، لكن الستات اللي بيكونوا deficient في iron زيادة بيكون في عندهم زيادة لكن أقل من الزيادة اللي ذكرتها، وهي تقريبا بتكون 15 ل 20%. إذا بتلاحظوا لذلك اللي بصير إنه هاي الزيادة بتكون ثابتة خلال فترة الحمل، لكن في الفترة ما بين 28 ل 34 أسبوع لما البلازما فوليوم بتوصل للماكسيمم ليفل لها، هذا رح يعمل ديليوشنال إفكت على الريد بلاد سيلز ماس، وبالتالي بصير في عنا واتس كولد خلال هاي الفترة يسموها الفسيولوجيكال أنيميا أو الهيمودليوشنال أنيميا، وأذكر هاي جينا على ذكرها المحاضرة الماضية، الفسيولوجيكال أنيميا والهيمودليوشنال أو الهيمودليوشنال أنيميا. لذلك الكات أوف بوينت في السكند ترايمستر، أو إذا بدكم تعتبروه هذا يعتبر ليت سكند ترايمستر وإيرلي ثيرد ترايمستر، كات أوف بوينت الهيموغلوبين for a patient to be considered as anemic اللي هو أن يكون أقل من 10.5 grams per deciliter. لكن toward the term الزيادة بتكون ثابتة في red blood cell volume، لكن بيكون في decrease في plasma volume. ف this will explain أنه حتى لو البيشنت كانت هون يعني صار في decrease في الهيموغلوبين تاعها، لكن it should be normalized toward the term، لأنه بيصير في decrease في plasma volume with a steady rise في red blood cell mass. هلأ من الأشياء الثانية اللي بتتغير على red blood cell red blood cell بشكل عام، أول إشي الحجمها mean corpuscular volume tends to increase في الحمل، وخاصة في الستات اللي بيكون في عندهم sufficient iron stores، هاي واحدة. لكن ما بيكون في أي تغيير على mean cell hemoglobin إذا الست كانت عندها طبعاً healthy. إحنا قاعدين الإشي الثاني إنه بصير في increase the level of اللي هو 2,3-diphosphoglycerate، وهذا هو الهدف منه إنه يقلل الأكسجين affinity للmaternal RBCs، بالتالي يسمح إنه الـ O2 يروح
للبيبي to facilitate the auto transport to the fetus. هاي التغييرات physiological changes اللي بتصير خلال فترة الحمل. علقت عليهم التغييرات اللي بتكون على الايرون، على الفوليت، على الفيتامين بي 12. بالنسبة للايرون والفيريتين كونسنتريشن بيقلوا خلال فترة الحمل، والسبب بذلك بيرجع لانكريزد يوتيلايزيشن اوف الايرون. فبالتالي تقريبا الايرون او تتوزع اليوتيلايزيشن اوف ذا ايرون خلال فترة الحمل على اكثر من شيء. اول شيء في جزء بيروح للبيبي، للفيتس، للفيتال جراف، في جزء بيروح للبلاسينتا، وفي جزء اكيد لانه بصير في عندنا اكسبانجن في الريد بلاد سيل ماس، والجزء الاخير انه بصير في شيدنج للايرون من الجوت اليورين. فبالتالي هاي هي تتوزع، كيف تتوزع اللي نحكي الايرون ريكويرمنتس في جسم ست الحامل. لكن الزياده لانه بيكون في عندنا، صار في عندنا الفيتس، صار في عندنا البلاسينتا والاكسبانجن في الماتيرنال ريد بلاد سيل ماس. لذلك السيرم ايرون والفيريتين كونسنتريشن tend to decrease خلال فترة الحمل. الايرون ريكويرمنت زي ما حكيت بتزيد، وهي بتزيد تقريبا، والزيادة اكيد بتزيد with advancing gestation لما بيكبر البيبي، لما بيزيد حجم البلاسينتا، وبرضه مع الاستمرار الاكسبانجر للريد بلاد سيل ماس. فالايرون ريكويرمنتس بتزيد من الفيرست ترايمستر 2.5 ملي جرام بير داي، بتوصل للثيرد ترايمستر 6.6 ملي جرام بير داي، يعني بمعدل 4.4 ملي جرام بير داي افريج خلال فتره الحمل. اكيد بعد الولاده بصير في لوس اوف ايرون. هاي بنحكي طبعا على الستات اللي ما بيكون في عندهم postpartum hemorrhage. اللص تقريبا بيوصل ل 200 ملي جرام. في المقابل بيكون في slight increase في الايرون absorption، بيحاول الجسم انه بيحاول الجسم يعوض هذا الانكريز في utilization. لكن الستات الحوامل بيكونوا معرضات اكثر للايرون deficiency. برضو الفوليت بيزيد الـ requirements خلال فترة الحمل لنفس السبب، الـ expansion في الـ maternal red blood cell mass، fetal requirement، الـ placenta، وأضف لذلك الـ uterus. الـ uterus الفوليت مهم كتير كمان للـ cellular growth. فالـ uterus أنتوا بتعرفوا حتى يكبر الـ uterus بتبلش في مراحل. ففي عنا في البداية بصير في hyperplasia، بعدين بصير hyperplasia و hypertrophy، المرحلة الأخيرة بتوقف الـ hyperplasia بس بيكون في hypertrophy في السيلز اللي موجودة. تمام. بالنسبة للفيتامين بي 12 ستورز ما بيكون لهم ميجر، ما في هذاك الميجر إفكت خلال فترة الحمل. فلذلك إذا الست ما بلشت أو ما دخلت الحمل وهي already عندها أو كانت deficient في الفيتامين بي 12 ستورز، فما بيكون، ما بيصير في أي تأثير على الليفل أو فيتامين بي 12 يذكر خلال فترة الحمل. منعرف إحنا الكرونيك أنيميا أو سيفير كرونيك أنيميا إذا كانت السيفير أنيميا إذا كانت أقل من 7. هلا إيش هي الماتيرنال والفيتال كومبليكيشنز اللي بيزيدوا مع احتمالية مع الأنيميا، مع سيفير أنيميا للستات؟ أول إشي الفيتس increase the risk of preterm delivery وبالتالي prematurity risk، ال IUGR وال low birth weight على time of delivery increases the risk of intrauterine fetal death، the first trimester increases the risk of spontaneous miscarriage or spontaneous abortion، وبشكل عام بتزيد ال risk لل perinatal mortality. أما بالنسبة على المدر فهي بتزيد الـ risk of infection، ولا نقصد الـ infection خلال فترة الحمل، لكن هون الـ infection اللي نتحدث عنها اللي هي لما بتكون بعد الولادة فيما يسمى بالـ endometritis،
بتذكر حكينا عن الاندومتريتس في البي اي دي، لكن هذا اللي ممكن يصير، او اذا الست عملت سيزارين سكشن فبزيد الريسك اوف ووند انفكشن بعد السيزارين. الهدف من البلازما، البلازما فوليوم، الاكسبانجن اللي بصير في البلازما فوليوم والانكريز في الريد بلاد سيل ماس، غير انه الانكريز الريكويرمنتس، الهدف منه انه المذر كان توليريت البلاد لوس اللي بصير على وقت الولاده. الستات they lose around نحكي 500 سي سي من البلد، هاي بالأقلنت في normal vaginal delivery، بينما في السيزيريان 80 إلى 1000 سي سي. فهذا بيفسر الانكريز اللي بصير في البلازما فوليوم، لكن إذا كانت والريد بلاد سيل ماس، لكن إذا كانت الست أنيميك ف ممكن إنها she is not going to tolerate the bleeding بصير معها وقت العملية، أو نحكي الأب هذا normal bleeding وقت العملية وقت الولادة، ما بالكم إذا صار دخلت الست في postpartum hemorrhage. فبالتالي أكيد رح يكون في stress على ال cardiovascular system، بزيد risk وجده ل postpartum depression psychiatric disorder، الريكنس فيه عالي كتير، والسيفير أنيميا لها علاقة بأنه تزيد risk of postpartum depression بعد الولادة، وincrease the risk of maternal mortality. الماternal mortality اللي هي maternal death نتيجة أسباب بتكون لها علاقة بالحمل أو الولادة أو الفترة اللي بعد الولادة. والأنيميا بما أنها بتزيد risk of infection، ويعتبر السبسز من causes of maternal death، بتزيد risk of، حتى وجدوا دراسات بتزيد ريسك انها البيشنت تكون انيميك، تكون هاي ريسك فور بوست بارتم هيموريج. فالبوست بارتم هيموريج او الهيموريج ان جنرال اتس ا كوز فور او انكريزز الماتيرنال مورتاليتي ريت. فهاي هي ريليشن ما بين الانيميا والانكريز في الريسك اوف ماتيرنال مورتاليتي. لذلك بما انه سهل احنا نتعامل مع المريضه اذا كانت انيميك، خاصة إذا لأنه الموست كومن تكون ايرون ديفيشنسي أنيميا، فالبروفيلاكسز موجود والتريتمنت موجود، وحتى لو كانت فوليت أو كانت فيتامين بي 12. لذلك كل الستات should be offered، لازم نحكي لهم بدكم تعملوا سكرينينج للأنيميا. والسكرينينج للأنيميا خلال فترة الحمل يبلش من البوكينج فيزيت، أول زيارة بتيجي فيها الست الحامل على العيادة، أول إشي بنطلب لها هو الهيموغلوبين، or simply you can ask for the complete blood count. فبالتالي بإمكانك تأخذ فكرة على platelets والwhite blood count. فبالfirst trimester يفضل طبعاً البوكينج فيزيت تكون first trimester، لكن إذا ما إجت المريضة بالfirst trimester بأول زيارة بتيجي فيها على العيادة لازم نبعث CBC. فبالبوكينج فيزيت إذا إجت المريضة على الfirst trimester أول سي بي سي المرة إذا كان نورمال، المرة الثانية بيكون الفترة اللي بيكون فيها ماكسيمم إنكريز في البلازما فوليوم نحكي 28 ل 34 أسبوع، وإذا كانت وذ النورمال المرة الثالثة اللي نبعث المريض فيها سي بي سي على بداية الشهر التاسع اللي هو 36 أسبوع. وات 36 weeks of gestation الهدف إنه تعرف مين المريض الأنيميك، وإذا كانت أنيميك هل تقدر إنه بحاجة لبلود ترانسفيوجن، بالتالي يكون في عندك مجال إنه تدخلها وتعطيها بلود. ما بدنا تنتهي المريضة إنه يصير في postpartum hemorrhage infection أو إنها شيء كانت tolerate bleeding بتصير عندها. فلذلك هدول هن الثلاث مرات اللي بنعمل فيهم الهيموغلوبين ليفل خلال فترة الحمل، given إنه في كل مرة يكون الهيموغلوبين نورمال. بينما رح نشوف كمان شوي لما بنحكي على أنواع الأنيميا رح تشوفوا إنه أكيد لما تكون مريضة على تريتمنت بده يكون في ريجولر تشيك أب للهيموغلوبين، رح نحكي عن كيف بيكون التشيك أب بكل نوع من الأنيميا. الأيرون ديفيشنسي حكيت عنه، حكيت إنه بيكون في إنكريز في الأيرون ريكويرمنت خلال فترة الحمل، وعددت وين بيكون بتوزع بالنسبة للست الحامل. كلكم بتعرفوا إنه الأيرون ديفيشنسي أنيميا إحنا منشخصها على السي بي سي أو الكومبليت بلود كاونت، إنه تطلعوا على المين سيل فوليوم والمين كوربسكولار أو مين سيل هيموغلوبين. ف
فهي مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. لكن احنا حكينا في الحمل المين سيل فوليوم نتيجه انكريز الارثروبوليسس، المين سيل فوليوم تنس تو انكريز في خلال فتره الحمل، فبالتالي ممكن يكون نورمال الام سي في في مريض ايرون ديفيشنسي انيميا. لذلك احنا ما بنعتمد على هذول الام سي في والام سي اتش فور ذا دايجنوستس اوف ايرون ديفيشنسي انيميا. الدايجنوستيك تيست للايرون ديفيشنسي هو سيرم فيريتين كونسنتريشن. فاذا كان السيرم فيريتين كونسنتريشن اقل من 12 مايكرو جرام بير لتر it is diagnostic إنه المريضة هاي عندها iron deficiency. طبعاً هذا الليفل من إنه يكون الفيريتين أقل من 12 مايكروغرام بير لتر يعني هو diagnostic. لكن ما بين تقريباً الدراسات هذا الليفل كانوا يعتمدوه ما بين لغاية 2019، يعني ما بين 99 إلى 2006 وجدوا أنه في 25% من الستات بيكونوا iron deficient، وإذا كان level of ferritin أقل من 12 microgram per liter then they become anemic. لكن بال2019 وجدوا أنه على level of ferritin 30 microgram per liter وجدوا انه بيكون تقريبا ما يعادل 45% من الستات بيكونوا ايرون ديفيشنت وبينتهوا بانيميا. فلذلك الكت اوف بوينت اللي بنستخدمها هلا اذا كان السيرم فيريتين ليفل اقل من 30 مايكروغرام بير لتر. كلكم تعرفوا انه السيرم فيريتين يعتبر اكيوت فيز رياكتنت، فبالتالي ممكن يرتفع السيرم فيريتين في حال اذا كان في عندنا انفكشن او انفلاميشن. لذلك ممكن تيجي على مريضة أنت متوقع تكون iron deficient أنيميا. طب كيف بحكي إنه هاي المريضة possible تكون iron deficient بس الفيريتين عندها normal أكتر من 30، بس ليش أنا متوقع أنها لازم تكون iron deficient؟ على سبيل المثال ال grand multicara woman هذولا بيكون at higher risk for أنيميا وخاصة iron deficiency أنيميا. نحكي الـ young age woman خاصة الـ extreme young أقل من 18 سنة، لأنه بتعرفوا أن البنات they lose the iron في الـ period، بالإضافة على أقل من 18 سنة البنت بتكون she's growing وفي لها nutrition requirement، ومعظم الأوقات ما بيكون proper nutrition وهدول بيكونوا at risk for iron deficiency anemia. ثلاثة الستات اللي بيكون في نحكي أحمال متكررة، يعني ما في بتولد الست مثلا ست أشهر بعدين تحمل، فبتكون ما في وقت بين الحمل والآخر. هاي أحدى فوائد الكونترسبشن رح تاخذوه إن شاء الله بالمحاضرة، بقلل بيعمل بصير في عنا ريبلينشمنت للنيوتريشن ريسورسز، فبالتالي بقلل احتمالية الأنيميا. لكن في الستات اللي تحمل تولد تحمل خلال فترة قريبة جدا هذولا بيكونوا معرضين أكثر للأنيميا. فلذلك إذا أجيت على هاي الست أنت وأنت ما متوقع أنها تكون iron deficient فبتودي for ferritin وبطلع مثلا normal you should think إنه ممكن تكون إذا في possible إنه يكون طبعا infection أو أكثر من السيرم فيريتين. بس المشكلة في السيرم الأحسن في السيرم فيريتين هو أفيلابل اللي مور أكيوريت هو الترانسفيرن ساتوريشن، لكن هذا يعني مش موجود. جيت على ذكره لأنه كمان شوي في التشارت رح نحكي عنه. لذلك في الحمل أنا ما بعتمد على المين سيل فوليوم والمين سيل هيموغلوبين to diagnose the iron deficiency anemia. لا السيرم فيريتين هو الـ diagnostic test. أما إذا أجيت على CBC وكانت microcystic anemia أوكي، يعني بدك تحط في بالك إنه most likely هاي تكون مريضة iron deficiency anemia. How to prevent the iron deficiency؟ أول شيء الـ prevention بيبلش أكيد من education على الدايت، يعني بدك تحكي سواء للست الحامل
أول ما تيجي بأول زيارة أو preconception بتحاول الست في يعني she's planned to get pregnant في الفترة القريبة وبتعملها education على البيت. الeducation بدك تحكي لها إنه الآيرون في منه أنواع، في عنا الهيم والنانهيم آيرون، والهيم آيرون أكيد الأشياء هاي ناخدها من اللحوم، تاخدوها من الفسرة اللي هو الكبد البحال، وفي بعض الدول اللي بيشرب الدم أو بيشرب الدم فبرضه البلد بيعتبر مصدر آيرون. أو النانهيم آيرون زي اللي بيتاخد من السيريالز، بعض أنواع السيريال، برضو بعض أنواع الفيجيتابلز، الإكس البيض. فبدك تعمل لها education وبدك تحكي لها إنه الهيم آيرون هذا الفورم أحسن من النانهيم آيرون البيو أفيلابيتي لإله. لكن والإشي الثاني إنه بدك تحكي لها ما تحاول الوجبة اللي تحتوي على حديد، تحاول ما يكون فيها، ما تشرب بعديها شاي، بتعرفوا الشاي والحليب حتى الكالسيوم سبليمنت كلها بتعمل، أو أنتي أسيدز كلها ممكن تعمل ديكريز الأبسوربشن. فبدنا نحكي للستات عن الدايت بتاعتهم. الشيء الثاني إنه CDC والWHO CDC والWHO إنهم بيحكوا الستات الحوامل لازم تأخذ low dose prophylactic من الأورال آيرون 30 ملي جرام بير دي. هلا WHO بتحكي إنه في المناطق اللي بيكون المناطق الفقيرة الآيرون ديفيشنسي أنيميا أكتر من 40% من السك من الحوامل نحكي عندهم، they recommend إنه ياخدوا 60 ملي جرام من الآيرون خلال فترة الحمل وثلاث أشهر بعد الولادة. لكن في المناطق الآيرون ديفيشنسي أنيميا أقل من 40% في الحوامل لا، بكفوا أنهم يأخذوا الحمل خلال أو يأخذوا الحديد خلال فترة الحمل. في بعض المناطق بيكون في عندهم الباراسيتيك انفستيشن أو باراسيتيك انفكشن تول أفكت الآيرون أبسوربشن، فأكيد بده يكون في لهم تريت هاي الانفكشنز تو انهانس الأبسوربشن في الآيرون. إيش اللي ممكن أشوفه؟ هاد كله حكيته كمان في الـ Iron Deficiency Anemia، decrease الـ Hemoglobin، decrease الـ Ferritin، الـ MCV والـ MCH it's a microcytic hypochromic anemia، while إنه بيكون في عنا increase في الـ Total Iron Binding Capacity في الـ Transferrin و Transferrin وبيكون في عنا increase في الـ Red blood cell distribution، وهذا بيساعدنا حتى نميزه عن الأذر microcytic hypochromic anemia اللي هي التلاسيميا. كيف بدي أعالج إذا أجتني مريضة anemic؟ يعني مثلا حامل بأول ثلاث أشهر، الهيموغلوبين أقل من 11 نحكي مثلا 10، و ايرون ديفيشنسي بعثت الفيريتين طلع عندي مثلا 25. لاحظوا شو حكيت لكم بالفيرست ترايمستر، سو وي ستارت وذ اورال ايرون، دائما بنبلش في الاورال ايرون. هذا الشارت اللي حكيت عنه اذا كان هيموغلوبين اقل من 4 شو ما كان جستيشنال ايج بدك تعطي بلاد ترانسفيوجن. إذا لا مش أقل من 4 بس الـ patient anemic by definition فالـ treatment بيكون according للـ trimester. ففي الـ first trimester نعطي مباشرة الـ oral iron، ممكن ما تحتاج أصلاً تودي for ferritin على اعتبار إنه الـ iron deficiency هو الـ most common type of anemia في الحمل في 90% من الحالات. فلذلك نبلش بالـ oral iron، والـ oral iron في different ferrous salts موجودة و available في الـ السوق. في منها بيكون في بعض الأنواع بيكون فيها فوليك، في بعض الأنواع زي في السولفيت والجلوكونيت والفيوميريت، وفي أنواع بتكون هي زي الفيوميريت الأبسوربشن ممكن أحسن من السولفيت وأحسن من الجلوكونيت، أو إيفن حتى كم بيكون كم تحتوي كل واحد منهم على آيرون.
فلذلك بنبلش دائما بالاورال ايرون. هلا الريكومند دوز تقريبا هي 120 ل 240 ملي جرام اليمنتال ايرون، لكن تتذكروا حكينا البروفيلاكتيك دوز ما بين السي دي سي 30 ملي جرام بير داي والدبليو اتش او 60 ملي جرام بير داي، بتعتمدوا بهذا الحكي المده اللي بتاخذها المريضه از بروفيلاكسيس على كم prevalence of iron deficiency anemia بين الحوامل في المناطق. مشكلة الأورال آيرون وخاصة لما نيجي نعطيه إحنا بالفيرست تريمستر إنه الجي آي أبسيت اللي بيعمله، فهو بيعمل نوزيا vomiting، بيعمل abdominal pain وكرامز، وبيعمل constipation. فبالتالي وإحنا وأصلاً في الفيرست تريمستر بتعرفوا في كتير من ستات بيصير في عندهم morning sickness، بيكون في عندهم vomiting ونوزيا، غير في منهم بيكون عندهم abdominal pain، غير في ستات بيصيروا يشكوا نتيجة البروجستيرون بيصيروا يشكوا من constipation. فلذلك في مشاكل مع الأورال آيرون خاصة في الفيرست تريمستر. We should counsel the patient إنه ممكن يصير معها هاي الأشياء. هلأ ممكن بهاي الحالات إذا صار عندها side effect وأنت والمريضة أنيميك وأنت بدك تعطي الآيرون، فاللي بنعمله إيدر بنقلل الدوز اللي بنعطي فيها الآيرون للست، أو ممكن إنه نخليها تأخذها مثلا مع الوجبات فهيك بقلل absorption الآيرون لذلك side effect بيكون أقل، أو مثلا ممكن نغير نوع الآيرون اللي بتعطي الست. In general, we encourage الستات إنهم يأخذوا الأورال آيرون يعني قبل الميلز تقريبا بساعتين، أو مثلا ممكن تخليهم على انت ستومك الصبح وتأخذهم مع، بس مش لحالهم، تأخذهم مع فيتامين سي زي مثلا برتقال أو ليمون، وتحاول تبعد الأذر سبليمنت إذا بتأخذ كانت كالسيوم تبعدهم لما بتأخذ الأورال آيرون سبليمنت. بعد ما نعطي الأورال آيرون بنحكي للست إنه بدنا نشوف هو المفروض إنه يزيد الهيموغلوبين إذا كانت البيشنت good compliant على الآيرون، إنه يزيد الهيموغلوبين 0.8 grams per deciliter within like 3 to 4 weeks. So we recheck the hemoglobin level. هم حاطين بعد 2 weeks. أنا بالنسبة إلي we recheck the hemoglobin 2 to 3 weeks وباخذ 3 أسابيع. ممكن تقرأوها 2 to 3 weeks، فأنا باخذ 3 أسابيع. هلأ إذا في response بكمل على الآيرون مع المريضة، لكن إذا ما في response إيش بعمل؟ مش بزيد الدوز في آيرون، لا، بتأكد من البيشنت كلينس والطريقة اللي بتاخذ فيه الآيرون، هذا كتير مهم. بضيف الفوليت والفيتامين بي 12، لأنكم مرات بتعرفوا إنه ممكن تيجي مريضة بمكست فوليت مع ايرون ديفيشنسي انيميا، وهذا بيفسر انه تكون المريضة عندها نورمال ام سي في، مش انه الكوز من النورمال ام سي في انها بين بريجننت. سو وي اد الفوليت والفيتامين بي 12 مع الايرون. اذا ما في ريسبونس بهاي الحالات وي ريتشيك السيرم فيريتين. فاذا كان السيرم فيريتين اقل من 30 مايكروغرام بير ديسيليتر، بالتالي هي she has iron deficiency، فننتقل للإشي الثاني نعطي parenteral iron. وهناك أنواع عديدة من parenteral iron. زمان في أنواع كنا نخاف خاصة زي iron dextran، هذا high molecular weight، كنا نخاف إنهم بيعملوا allergy severe anaphylactic reaction، فكانت المريضة تدخل على المستشفى ونعمل تيست دوز للآيرون ونتأكد إنه إحنا ماخذين احتياطاتنا في حال صار عندها anaphylactic reaction or even the IV iron في ICU. فمتأكد إنه المريضة ما عندها anaphylactic أو نعطيها parenteral iron. بس هلأ صار في أنواع تانية من parenteral iron ما بتحتاج لتيست دوز، فبالتالي إيفن المريضة مش شرط تدخل على المستشفى زي الفيريك كاربوكسيمال مالتوز. هاي البارنترال آيرون. هلا إذا أنت شيكت على السيرم فيريتين بعد هاي المرحلة ما كان في ريسبونس، شيكت على السيرم فيريتين
والفيريتين كان أكثر من 30 مايكرو جرام بير دي سلتر. So you have to rule out infection. So نطلب CRP. وزي ما حكيت لكم more accurate هو transferrin saturation. Normally transferrin saturation تقريبا هو 20 لـ 25%. فإذا كان الـ transferrin saturation أقل من 15% مع ferritin 30 لـ 100 وهاي CRP which explains the high ferritin, then منروح لparenteral iron. Otherwise إذا الferritin كان أكثر high ferritin أكثر من 100 ونormal transferrin saturation, then you have to rule out other causes of anemia. هاي إذا إجت المريضة في الفيرست ترايمستر. أما إذا إجت المريضة في السكند ترايمستر ف depends على الهيموغلوبين ليفل. إذا كان أكثر من 7 بنبلش في الأورال آيرون, لكن إذا كان أقل من 7 في البداية بدك تشيك على السيرم فيريتين ونمشي بنفس الخطوات اللي حكيناها. أما في الثيرد ترايمستر إذا كان الهيموغلوبين أقل من 7 فبتعتمد على period of gestation, كم مريضتك حامل. إذا كانت المريضة 36 أسبوع فما فوق, هاي ما في وقت تعطي أنت لا parenteral ولا oral iron, فبدك blood transfusion مباشرة. أما إذا كانت الهيموغلوبين أكثر من 7, أما إذا كانت سوري هون أقل من 7 والحمل أقل من 36 أسبوع, إذا بتشيك على serum ferritin وديبنز على كيف في الريزلت. أما إذا كانت المريضة في الثيرد ترايمستر والهيموغلوبين أكثر من 7, so منروح بس أقل مثلا من 11 جرام بير ديس لتر, تشيك السيرم فيريتين ونتبع نفس الخطوات. هذا إن جنرال كيف نعمل الريسبونس للآيرون. أول إشي طبعا بعد 5 لـ 10 أيام لما تبلش على الأورال تريتمنت بيكون في إنكريز الريتيكولوسايت كاونت, 3 لـ 4 أسابيع زيادة في الهيموغلوبين 0.8 جرامز بير ديسيليتر, وحكينا إذا ما في ريسبونس في كل حالة شو بدنا نعمل. هاي المعادلة اللي بنستخدمها إحنا لحتى نحسب كم بدي أعطي من البارنترال أورون. متى بروح فور بلود ترانسفيوجن؟ هلا حكيت إذا المريضة كانت سيفير أنيميا قريبة من وقت الولادة 36 أسبوع فمباشرة بروح فور بلوت في الثيرد ترايمستر في ال 36 أسبوع فما فوق بروح فور بلوت ترانسفيوجن. إذا البيشنت كانت هيمودايناميكلي أنستيبل بروح, أو إذا كانت الأنيميا زي ما وجدتكم بالأول أقل من 4 شو ما كانت جيستيشنال إيج. تعرفوا أن الفاكت RBCs بترفع الهيموغلوبين تقريباً 0.61 جرام بير ديسيليتر وبترفع الهيماتوكريت ب 3%. ممكن الترانسفيوجن الهيموغلوبين كونسنتريشن بس هو يعتبر slow way to increase the iron stores. على ايرون على الفوليت ديفيشنسي وحكينا برضو انه الريكويرمنتس للفوليت بتزيد خلال فتره الحمل, وذس اكسبلينز الديكريز في الفوليت كونسنتريشن ديورينج ذا بريجننسي بحيث انه بوصل 50% اور الهاف نون بريجننت ليفل باي تيرم. اكيد الانسيدنس بيكون اعلى في المالتيبل بريجننسيز, الستات الحوامل بالتوين تريبلت فالريسك بيكون اعلى في المالتيبل بريجننسي. في الـ closed space successive pregnancies وهذا اللي حكيته في الستات اللي الجران مالتيبارا واللي بيحملوا يعني تولد تحمل تولد ترد تحمل مباشرة, برضو في بعض الـ diseases برضو الـ risk بيكون أعلى فيهم الـ folate deficiency ومنهم الـ thalassemia, sickle cell والـ epileptic pregnant اللي بيكونوا على anti-epileptic. الـ daily requirement هي تقريباً 800 microgram per day. الـ risk بيجي من الـ folate deficiency إنهم ربطوه بإنه بيزيد الـ risk for بعض الـ congenital anomalies زي neurotube defects والـ cleft lip and palate. فمن هون إجت الـ recommendation إنه الـ folic acid for a planned pregnancy إنه يبلش preconception at least يعني at least شهر
لكن ممكن 3 months قبل الحمل لغاية 3 أشهر بعد الحمل. بعض المرضى أو الحوامل مستمر طول فترة الحمل زي السيكل سيل والتلاسيميا، فمستمر على الفوليك أسيد الكليفت ليب أند باليت، وتعتبر المين كوز للميغالوبلاستيك أنيميا في خلال فترة الحمل. أنت كانت البلد فيلم إنه ماكروسيتيك أنيميا، أول إشي تفكر فيه هو الفوليت قبل ما تفكر إنه يكون الكوز فيتامين بي 12، للسبب اللي ذكرته إنه الفيتامين بي 12 ديفيشنس أو الفيتامين بي 12 رير خلال فترة الحمل، لأنه استخدامه مش كتير أو خلال فترة البرجنسي من جهة، ومن جهة ثانية الأدلت ستورز اللي ممكن تمتد إذا كان sufficient up to 3 years، فبالتالي rarely نشوف يكون الكوز للميغالوبلاستيك أنيميا هي الفيتامين بي 12. البروفيلاكتيك دوز نعطي 400-800 مايكروغرام، لكن التريتمنت دوز هي 5 ملي جرام من الفوليك أسيد باليوم خلال فترة الحمل. طبعا ممكن كمان برضو أعمل الست إدوكيشن على الفوليت، على يعني إدوكيشن على الدايت بالنسبة للفوليت. أنت تعرف أن الفوليت يعتبر ووتر سوليبل فيتامين، الأحسن مصدر له الخضروات اللي لونها أخضر زي السبينتش البروكولي إذا في حدا بيحبها منكم، وبننصح الست بنحكي لها هو heat liquid، بمعنى إنه ممكن يصير له it might be destroyed by steaming أو boiling، لذلك ننصح إنه بعد ما تنظف مثلاً الخضروات هذول تأكلهم ني raw، فبيكون تضمن إنها تأخذ الفوليت بشكل أحسن. كيف من الفوليت؟ كيف بدنا نتأكد إنه المريضة فوليت ديفيشنسي؟ زي ما ورجيتكم قبل شوي، إذا ما في ريسبونس على الآيرون بنفكر إنها ممكن تكون ميكست فوليت أو آيرون، فمن وي أد سبلمنت أو فوليت. أو إذا أنت هاي المريضة هاي ريسك مثلاً، ممكن نبعث فور البلد فيلم بيبين هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز، أنتوا أشطر مني فيها. برضه بيكون الأدقوة الفوليت ليفل والريد بلد سيل فوليت مور أكيوريت أو أكتر من السيرم فوليت، لأن السيرم فوليت ممكن يتغير خاصة أنه ممكن يزيد بعد الوجبات بوست برانديال، لذلك we go for red blood cell folate، بس مش بكل مكان available red blood cell folate. إذا ما شفتوا بالشارت we start the treatment حتى empirically إذا ما في response على الايرون بعد 2 to 3 weeks من starting the oral iron. ال conditions اللي بتحتاج folate supplement زي ما حكيت ال pregnant epileptic woman، الستات اللي عندهم hemolytic anemias واللاكتيتينج مادرز. اللاكتيتينج مادرز حتى أنا بنصح الست بعد الولادة بحكي لها أنها تكمل على الفوليك أسيد، لأنه بيزيد احتمالية أو بصير في عنا ولو كان مقدار قليل في البريست ميلك، فلذلك لو صار في حمل أو يعني كانوا كلوز سبيس بريجننسيز، فبالتالي ممكن نساعد أنه رجع لها هذول المايكرونيوترينس. فبنصح حتى الحوامل أو الست بتولد إنه بعد الولادة تكمل على المالتي فيتامين اللي كانت تأخذها، لأنه المالتي فيتامين بيكون فيها الفوليت موجود تقريبا بالبروفيلاكتيك دوز اللي هي 400 مايكروغرام، فبنصحهم إنه يكملوا عليها. الفيتامين بي 12 هو بقل في الحمل، ولكن مش إنه نشوف فيتامين بي 12 ديفيشنسي. الأدل ستورز زي ما قلت إنها بتكون sufficient، استخدامها من قبل الفيتس يعني مش كتير بنحتاج زي الفوليك أسيد والآيرون، لكن الستات اللي بيكونوا معرضين للفيتامين بي 12 ديفيشنسي اللي هم بيكونوا strict vegetarian، مش والله strict vegetarian مثل أي نوع من أنواع اللحوم، في كتير من الستات يعني ماشيين على هذا المبدأ strict vegetarian، ففي احتمالية للفيتامين بي 12 ديفيشنسي عندهم. لكن في بعض الستات معرضين لها اللي بيكون انعمل لهم جاستريكتومي، هيايتس أو ديستال إيليار ريزكشن، اللي عندهم بيرنيشس أنيميا، الانتستينال بارسايتس الدايفولوبوديريوم ليتن، انفلاماتري باول ديزيز زي الكرونز،
فبدنا نحط في بالنا هاي الكوزز. المشكلة في الفيتامين بي 12 ديفيشنسي ريسك اوف او ال انه الكلينيكال مانيفيستيشنز اللي هني ممكن توصل ل mainly neurological وممكن توصل ل changes في المينتال ستيتس و numbness, paresthesia of the fingers and toes followed by weakness attacks poor concentration. ف we should consider the vitamin B12 خاصة لذلك زي ما حكيت بالأول إذا ما في response على الآيرون ما بنعطي بس الفوليت, we go also for vitamin B12. You have to cover vitamin B12 deficiency. بديش أكون بغطي الفوليت وستيل إنه المريضة تدخل لي بالneurological symptoms. Diagnosis إنك بتشوف hypersegmented neutrophils على ال blood film, oval macrocytes, Howell Jolly bodies, أو الفيتامين بي 12 ليفل أقل من 80 بيكوغرام بير ليتر. تخيل الفايندينجز على البلد فين لازم تكونوا حاضرينها. في البريجننسي إذا أنت شفت أن المريضة deficient في الفيتامين بي 12 you have to look for the cause. زي ما قلنا أنه يا بتكون strict vegetarian أو في other causes من اللي عددناها. فبدك تكون عارف ليش مريضتك حامل وعندها فيتامين بي 12. لا. لأنه قلنا it's a rare type of anemia. Treatment بيعطوا الفيتامين بي 12 سيانوكوبالامين أو الهيدروكسوكوبالامين ملي جرام 3 مرات في اليوم لمدة أسبوع, بعدين بالأسبوع لمدة أسبوعين, بعدين كل 3 أشهر. أوكي تمام. حدا عنده سؤال لغاية الآن؟ طيب أوكي تمام. أسأل؟ يا أسأل. أيوة يا أسل. دكتورة هلا أنت حكيتي إنه عشان البرنترال دوز إنه نحن لازم نعطي في هيك قانون, فكان من ضمن القانون موجود إنه التارجت ليفل ناقص الأكتوال ليفل. هلا التارجت ليفل أنا بعتمد هون عليه على المينيمم ليفل يلي نعم بالدفينيشن صحيح. نعم اللي بثق فيها صحيح. اوكي ثانك يو. تمام طيب. طيب خلينا نحكي في ال نورمال هيموغلوبين لان بدي تكونوا كلكم حافظينه. في الهيموغلوبين الكتروفريسيس مينلي عندنا الادلت هيموغلوبين, هيموغلوبين اي 96-97%, بعدين الهيموغلوبين A2 أو ألفا 2 2-3%, الفيتا الهيموغلوبين أقل من 1%. في البداية رح نحكي عن السكل. ليش جبت الهيموغلوبين إلكتروفوريسيس؟ عشان بدنا نحكي عن السكل سيل ديزيز والثلاسيميا, وانتو بتعرفوا هدول الثنتين بيكون في changes على الهيموغلوبين إلكتروفوريسيس. So you should know the normal hemoglobin electrophoresis so you can tell in a high patient sickle cell or thalassemic. The sickle cell disease is the most common inherited condition worldwide. It's an autosomal recessive disorder. منطقتنا وفي مناطق معينة في الأردن موجود فيها sickle cell disease. منشوف ستات حوامل عندهم سيكل سيل ديزيز. السيكل سيل ديزيز معروف انه بيزيد ال الهم كومبليكيشنز سواء اوبستريك فيتال او ايفن الميديكال كومبليكيشن للسيكل سيل ديزيز تند تو انكريز خلال فتره الحمل نتيجه الانكريز الريكويرمنتس, لان البريجننسي هو بيعتبر ستريسفول كونديشن على الحمل على الجسم. فتتلخص نتيجه زي ما قلت الميتابوليك ديماندز, الهايبركوغلوبال ستيت اللي بيصير فترة الحمل, والفاسكولار ستيسيس. كل ما هذول بيزيدوا في الحمل فبالتالي لذلك بيعتبر السيكل سيل ديزيز من الكونديشنز اللي اسوشيتد انها بتزيد البرينيتال سوري الماتيرنال موربيديتي اند مورتاليتي. الدايجنوستس على الـ complete blood count, normal cytic normal chronic anemia, erythric count increased, lactate dehydrogenase
increase نتيجة الهيموليسيس. الهابتوغلوبين decrease برضو من الهيموليسيس. على البلد فيلم peripheral blood بيكون في سيكل سيل، يعني هاي خلاص diagnosis target cell و how jelly bodies. The screening with diagnosis by hemoglobin electrophoresis في السيكل سيل ديزيز بيكون 90% هيموغلوبين اس. في التريت بيكون هيموغلوبين اس تقريبا 43%، وفي عندنا الهيموغلوبين اي 55%، لكن في الديزيز ما بيكون في عندنا هيموغلوبين اي. طب انا اللي بيهمني هاي المعلومات المفروض تكون عندكم. انا اللي بيهمني الست الحامل لما تجيني سواء قبل الحمل او خلال فتره الحمل with sickle cell disease شو اعمل لها هاي الست. هلا الاحسن اكيد انها تجيني قبل فتره الحمل، لاني بكون انه يكون في عندك planned pregnancy، تكون حاط في بالك شو بدك تعمل لهاي المريضه مجرد ما تحمل، او even اذا في اشياء لازم تعملها تحمل الست، فيفضل أن يجونا قبل الحمل. The detailed history for clinical examination بدك تسألها عدد number of hospital admissions، وتدخل مع ال مع ال cycling أو ال pain events اللي بصير عندها، the blood transfusion الفريكوانسي لإله، أي complication. أهم في الكلينيكال examination ببلش من blood pressure فترول آوت إنه يكون hypertension. Retinal examination في الهيد and neck. Retinal examination بالنسبة لي مهم لأنه tend to worsen خلال فترة الحمل، فبدي يكون في عندي baseline قبل الحمل إذا في عندها مشكلة retinopathy أو لا هاي المريضة. أكيد طبعاً بده يكون الـ heart والـ lung function، فبدي أعمل echocardiogram إيكو للمريضة أو pulmonary function test قبل الحمل. الـ liver والـ gallbladder هذول المرضى at risk for gallbladder stones polyphiasis نتيجة chronic hemolysis. At risk من hepatitis ممكن يكون مع اللي بيجي من complicate the risk of blood transfusion، فلذلك بحط في بالي إنه examination. من الinvestigation لازم تنعمل pre-op الهيموغلوبين أكيد as a baseline. كلكم تعرفوا إنه السيرم آيرون والبروتين بيكون عند هدول المرضى عالي، ف ما بيمشوا على ايرون. وحتى لو حملت مريضتي ما بعطيها ايرون سبلمنت او اي نوع من انواع المالتي فيتامين بيكون فيها ايرون، حتى تتاكد انه هاي المريضه فعلا ايرون ديفيشنت. اذا كانت المريضه ماشيه على ايرون كليتنج ايجنت زي البروكسامين ات شود بي ستوب قبل الحمل، وخلال الحمل بتوقف، بعد الولاده ما في مشكله انه يرجع يعني نبلش عليه، ما في كونترا ايديكيشن مع البريست فيدينج. و اذا كانت المريضه على هيدروكسيوريا برضو اتش بي ستوب قبل الحمل وخلال الحمل وبعد الولاده مع الرضاعه مش لازم تاخذوا الست. فلذلك الاحسن انه تو مانج الانيه عند هاي المريضه والايرون اوفرلود قبل ما تحمل. بعدين بده يكون في عندي تؤسس الكيدنيز بهدول المرضى، فأتليست أتأكد ما يكون في سيكل نفروباثي، فبدي أشوف إذا في بروتين يورين أناليسيس أو بروتين يورين أناليسيس وكلتشر لأن هدول كومن يكون عندهم يوتي آي، فبدي أتأكد أنه برضو هيلثي كيدنيز. Should be screened for hepatitis B and C بحكم الفريكوينت blood transfusion اللي بياخدوها الستات، وحكينا عن risk of hepatitis خلال فترة الحمل، فقبل الحمل ممكن نعملهم screening. الhusband، أنا إذا كان الhusband homozygous برضو عنده sickle cell disease أكيد أطفالهم رح يجوا مني رح يكونوا عندهم نفس المشكلة، لكن إذا كان الفادر هيتروزايجس باحتمال 50%. هون بتيجي إنه في options بهاي الحالات. من هاي options اللي هي الجينيتيك كونسلينج،
إنه ممكن نعمل pre-implantation genetic diagnosis. ما بعرف إذا حكيتوا فيها لما حكيتوا على infertility. فالpre-implantation genetic diagnosis وسلكت الامبريوز اللي بيكون ما فيهم sickle cell disease و transfer الامبريوز back into their mother womb. فpre-implantation genetic diagnosis فهذا option. طبعا في other options بس يمكن مش available عندنا زي gestation and surrogate pregnancy. لكن gestation and surrogate pregnancy الهدف منه هو ليس أنه راح يقلل احتمال أن الأطفال يجوا بي sickle cell, ولكن to reduce the risk of أو complication اللي بتيجي مع الحمل على الست اللي عندها sickle cell disease, وبتقلل احتمالية medical complication والobstetric complication راح نحكي عنها. طبعا هاي يمكن ما صعبة عنا. والدونر سبيرم برضو إذا كان هم هيتروزايجوس هوموزايجوس فيكون from male without hemoglobinopathy, بس هدول الأوبشنز مش available. وآخر إشي طبعا الأدوبشن برضو يمكن يكون مش not acceptable عنا. فمن هون تيجي أهمية أنه you have to test the husband for hemoglobinopathy especially اللي هو sickle cell disease. ما حكيت على prenatal diagnosis لأنه prenatal diagnosis بده يكون لما الست تحمل, so you can offer إنه تتأكد إنه هذا الفيتس في عنده في عنده sickle cell أو لا, simply عن طريق إشي نسميه coronic villus sampling, وهاي بتنعمل بين 10 إلى 14 أسبوع, أو amniocentesis وهاي بتنعمل بعد 15 أسبوع. وآخر إشي اللي هي serologic red cell phenotyping وscreening for red cell anonymization. يعني زي ما نحكي يكون في عنا هاي المريضة أعرف الـ blood group الـ RH لإلها positive ولا negative, فيكون سهل علي في خلال فترة الحمل الـ blood transfusion. ومن إشي تاني في بعض الـ minor red blood cell groups ممكن تعمل غير الـ RH isomerization, ممكن تعمل برضو hemorrhagic disease في newborn, ولكن هي rare بالمقارنة مع الـ RH أو الـ RH. فلذلك we have to نعمل screening للست for هدول الـ minor blood groups or red blood cell blood groups. نتأكد على الـ medication والـ vaccines اللي مخليتها الست الحامل. هدول الستات sickle cell disease كلكم تعرفوا بصير what's called otosplenectomy, فبيكونوا at risk for some types of infection, bacterial infection, منها ال pneumococcus, ال Haemophilus influenza type B والmeningococcus. لذلك إذا المريضة مش محديتها we advise the patient إنها تأخذها قبل فترة الحمل. وإذا ما خذيتها أوكي تمام, لكن هو أدفايزر إذا مش ما خذيتها أنا تأخذها خلال فترة الحمل. برضو زي ما قلت قبل شوي الفوليك أسيد سبليمنتيشن ببلشها عليه في الكونسبشن. هيدروكسيوريا should be stopped, disease modifying agent, it should be stopped قبل 3 months before conception. الديفروكسامين it should be stopped مع الحمل, وممكن تبلش فيه مرة ثانية بحتاجة المريضة بعد الولادة safe مع البرستفيدينج. إذا المريضة كانت hypertensive, what kind of anti-hypertensive medication المريضة ماشي عليها؟ إذا كانت ماشي على الأربس أو الأس inhibitors هدول teratogenic خلال فترة الحمل should be stopped, ونحولها على إشي safe في pregnancy زي المثال دوبا أو الانفيبيون. prophylactic penicillin إذا هي ماشي عليها أو دكتورها ف ما فيش مشكلة ممكن تكمل فيه في الحمل. التايب اوف اناجيزيا في حالة المريضة دخلت في اكيوت بين ايفنت فممكن نستخدم الانسيد, بس النون ستيرويد انفلونتي دراكس وهذا حكينا فيه في السيمينار انه should be stopped بعد 30 اسبوع to reduce the risk of premature narrowing او closure للدكتس arteriosus. لما تيجي الست preconception ممكن اعمل لها counseling على الميديكال والأبستاتريك والإنفانت أوتكمز. فمن هون إجت طرحوا فكرة الجستيشنال سيرجت بريجننسي
انه اللي هي الام البديل، يعني بصير بيعملوا fertilization من الاب والام، بس الامبري ترانسفير بيكون في another mother. reduce the risk of medical or obstetric outcomes على المدر. من pregnancy outcomes بزيد risk of miscarriages, sickle cell disease and cause of أو non-risk factor للIGR, intrauterine growth restriction, increase the risk of gestational hypertension and preeclampsia والإكلامسيا, increase the risk of preterm labor, increase the risk of abruption, وrisk of postpartum infections سواء endometritis أو wound infection. بزيد البرينيتال مورتاليتي تقريبا 1-8% مع الستات اللي بيجوا من سيكل سيل ديزيز، والسبب بذلك برجع أكيد نتيجة سواء الاي جي آر، سواء نتيجة الابربشو، سواء نتيجة الكمبليكيشن للبريكلامسيا وخاصة البريترم ديليفري أو البريترم ليبر، بزيد المورتاليتي ريت للبيبيز. أما الميديكال أوتكمز فهي تتلخص في الأنيميا، الريسك اوف أنيميا بيكون أعلى مع السيكل سيل ديزيز نتيجة increase requirements، البينفول episodes والباسو أوكلوسيف نتيجة الهايبركوغابل ستيتس والباسكولار ستيتس برضو increase في الستات الحوامل اللي بيكون عندهم سيكل سيل ديزيز. الماتيرنا مورتاليتي ما حكيت لكم بالأول بتزيد، وبتزيد محل مع الأنيميا والباسو أوكلوسيف كرايسيس، فبزيد الريسك اوف بلود ترانسفيوجن، سيريبرال فين ثرومبوسيس، ديب فين ثرومبوسيس، جينيتو يورينري انفكشن، يورين تراكت انفكشن، نيومونيا، سيبسيس، فكله بزيد خلال الميديكال اوتكمز خلال فترة الحمل. هذا كله بدك تكون حاطه في بالك وتو كونسل ذا بيشنت قبل الحمل على هاي الأشياء وشو ممكن إحنا نعمل لها خلال فترة الحمل regarding هاي complications، إذا في إشي prophylactic ممكن نعمل هذا، وهذا ما نحكي عنه. من prophylaxis طبعاً إذا بتطلعوا increase the risk of gestational hypertension, preeclampsia, eclampsia، وأنتوا بتعرفوا the only prophylactic drug اللي هو approved to reduce the risk of preeclampsia and eclampsia هو الأسبرين. فالديلي دوز منبلشها بعد الـ 12 أسبوع لغاية تقريباً 36 أسبوع بداية التاسع منوقف الأسبرين، وبستخدموا لو دوز أسبرين 75 ميلي جرام، مع أن اللو دوز أسبرين هلأ الجديد أنه أكتر صارت 150 ميلي جرام. فبس انجينات لكم أنه الأسبرين استخدموا في هذول المرضى to reduce the risk of preeclampsia، وسيمبلي في كل زيارة أكيد to measure hair blood pressure. Increase the risk of IUGR baby، وبالتالي monitoring the fetal growth with ultrasound والfetal well-being to reduce the risk of IUGR, intrauterine fetal death، وخاصة طبعا في third trimester. Strict monitoring the fetal growth بالألتراساوند والفيتال والبين بالأنتيبارتم سيرفيلانس اللي أنتوا تعلمتوها مع دكتور سيها. من الأشياء الثانية اللي ممكن أعملها إياها في الحمل بالنسبة للريسك أوف إنفكشن، فسيمبلي بتذكر حكيت لكم في المحاضرة المرضى اللي بيكون عندهم سيكل سيل ديزيز حتى لو كانت البيزلاين يورين كلتشر نيجاتيف it should be repeated. فبيزلاين وسيريال سكرينينج لوريورين أناليسيز يورين هدول الستات to reduce the risk of vaso-occlusive والpainful acute painful events بدكم تنتبهوا للprecipitating أو provocative factors لها، ومن ضمنها dehydration، والست الحامل بتكون معرضة للdehydration بأكثر من مرحلة في الحمل وخاصة في first trimester مع النوزيا والvomiting. فإذا إجت مريضة sickle cell disease complains of nausea vomiting بدك تكون aggressive في التريتمنت وتدخلها to prevent the dehydration. فهاي بدنا ننتبه كتير منيح من هاي من ال dehydration أو ال hyperemesis أو even the vomiting بمرضى sickle cell disease. Encourage أنهم ياخذوا folic acid supplementation خلال فترة الحمل ب full dose 5 ميلي جرام per day. زي ما قلت الآيرون ما بتعطيه طبعا حتى لو كانت ال patient anemic في بال CBC، لا
ما بتعطي الايرون الا اذا فعلا سيرم بروتين ليفل عندهم لو، فبدك تتاكد قبل ما تعطي تو اد الايرون مع الاذر سبلمنتس. زي ما بتعمل سيريال سكرينينج للاناليسيس والكلتشر، بده يكون في سيريال سكرينينج للهيموجلوبين ليفل والكيمستري بانل، وخاصه اذا نحكي على الكيدني فانكشن برضو اليوريا والكرياتين، فبدنا ننتبه لها. واكيد مرضى السكل سديزيز البريجننت ما بتم التعامل معهم من تيم واحد اللي هو الاوبستريشن، لا بيكون من اكثر من تيم، فبيدخل فيها الهيماتولوجي. لذلك هاي بدنا نحطه في بالنا، وانه احيانا ممكن تحتاج تحولوها لتيرشري سنتر. prenatal diagnosis اللي حكيت عنه قبل شوي، حتى نتأكد انه هذا البيبي عنده برضو affected by the sickle cell disease ولا لا، خاصة اذا طبعا الهزبند كان برضو سواء الهزبند كان heterozygous، فممكن نعمل ال CVS اللي هي coronic villus sampling او amniocentesis. هدول المرضى زي ما حكيت نتيجة vascular stasis و state at risk for vasoclusive sequences، فلذلك to reduce the risk of deep vein thrombosis نعطي low molecular weight heparin أو unfractionated heparin. طبعا في كل واحد منهم له advantage على الثانية، بس كل المرضى لازم تأخذ low molecular weight heparin أو unfractionated heparin. الأنتي دي زي نفس الrecommendation، إذا المريضة negative والhusband positive، إذا ما صار عندها bleeding خلال فترة الحمل ففي prophylactic dose بتنعطى ما بين 28 ل 34 أسبوع، وفي بعد الولادة إذا صار في عندها bleeding خلال فترة الحمل تبعث for indirect Coombs test وكلاي هاورد test، then we give الانتي دي حتى نحسب الدوز نعطيها إياها. But same recommendation. Influenza vaccine بينعطى إذا المريضة مش ماخذيته، و red blood cell antibody screen وهذا اللي حكينا عنه indirect Coombs test نبعث إله نتأكد إذا في positive أو إيش الفائل الريزل تاعته. هلأ بالنسبة للولادة السكل سيل ديزيز ما تعتبر إنها indication أو indication نحكي to induce the labor، عادة بنعملها إذا في obstetric indication عند مريض السكل سيل ديزيز، بس مش لأنها سكل سيل ديزيز عملها induction of labor أو عملها cesarean. حسب الobstetric indication، إذا في obstetric indication for cesarean بروح for cesarean، إذا في obstetric indication تستدعي أني أنا أولد المريضة بعمل induction of labor. لكن إذا أجتني المريضة في labor during the labor، أهم شيء أنه أقلل إيش هم الفاكتورز أو الأشياء الريسك اللي ممكن أو الفاكتورز ممكن تزيد الريسك فور سواء الفازو أوكلوسيف كرايسيس أو الأكيوت فينتر كرايسيس. فالمريضة تكون well oxygenated, warm, hydrated و continuous fetal monitoring. continuous fetal monitoring زي مش زي ما تعلمتوا بيكون في شيء intermittent، هذول continuous fetal monitoring. إذا بتكون نستخدم types of analgesia اللي تستخدم خلال فترة الليبر، ممكن نستخدم السيستميك انالجيزيا زي النركوتيك، او وي كان جو فور الريجنال، والريجنال طبعا احسن بتقلل الكارديك ديمانس والانكزايتي، فالريجنال بيتر اذا ما في كونترا انديكيشن لها. بعد الولاده نفس الشيء الاكسجينيشن اذا المريضه يعني كانت صار في سلايد ستريس عليها، انكرج الايرلي موبيلايزيشن. إذا في other risk factor for thromboembolism we should start patient prophylaxis بعد الولادة. بس إذا ما في عندها other risk factors غير السكل سيل ممكن encourage the early ambulation والgood hydration. Adequate fluid intake لنفس السبب. الانتيبيوتيك حسب، مش إنه لأنها سكل سيل أنا بدي أعطيها أنتيبيوتيك، حسب هاي إذا كانت الدليفري أندر ستيرال تكنيك وأسيبتيك وما في possible ما في history of prolonged rupture of membranes no need for antibiotic، فحسب ال condition of the patient أو ال case. بعد الولادة breastfeeding أكيد we encourage the patient to start breastfeeding as soon as possible بعد الولادة، وبس ال hydroxyurea لا. إذا سألتنا المريضة إيش الكونترسيبشن ممكن تستخدمها، كل أنواع الكونترسيبشن سيف للستات اللي عندهم سيكل سيل ديزيز،
سواء الـ combined estrogen progesterone أو الـ progesterone only contraception بكافة أنواعها، الـ injectable، الـ pills أو الـ IUCD أو الـ copper releasing intrauterine device. طبعاً في بعض الأشياء على الـ injectable اللي هو اسمه ميدروكسي بروجستيرون أسيتات، إن شاء الله راح تأخذوها المحاضرة يوم الخميس، بوجدوا أنها بتقلل الأكيوت بين في الإبزود بمرضى السيكل سيل ديزيز، بس طبعاً في هاي أدفانتج لإلها، بس في لها disadvantages، فلذلك لما تأخذوا family planning راح تسمعوا أكثر عنها. في سؤال عن السيكل سيل ديزيز؟ تمام. طيب نيجي آخر إشي على التلاسيميا، والتلاسيميا بيكون في عنا impaired production واحدة من الglobulin chains سواء alpha أو beta globulin chain، وبالتالي it will affect نحكي الstructure تاع الهيموغلوبين. ف نوعين من التلاسيميا وانتو أشطر مني، في عنا الالفا تلاسيميا والبيتا تلاسيميا، وانتو بتعرفوا ان الالفا globulin chain في عنا لها for two pairs of genes يعني أربع جينات، فلذلك موجودة على الكروموسوم رقم 16، فلذلك إذا صار في missing لواحدة أو تنتين من هدول الجينز تنتج عنها الألفا تلاسيميا تريت، وما بيأثر على structure of the hemoglobin، فلذلك ما بيكون في change على hemoglobin electrophoresis، و even ما بيكون في يعني ممكن يكون ما في anemia or mild anemia، فلذلك ما بتكون واضحة الألفا تلاسيميا تريت على hemoglobin electrophoresis. لكن إذا صار في deletion أو missing for three genes فتنتج عنها hemoglobin H disease، وهذا بيبين على hemoglobin electrophoresis، والمريضة بتكون عندها moderate anemia وبيكون واضح في changes على hemoglobin electrophoresis. أما إذا صار في deletion للfour genes وهذا بيكون نتيجة إنه المذر والهزبند، فبالتالي بنتج عنها what's called hemoglobin parts، بيكون ما في alpha chain production وعبارة عن tetramers من fetal gamma chain، فما ينتج عنها ما يسمى بالfetal hydrops، والfetal hydrops من شخصه على الأتروساوند إنه بيكون في عنا collection of fluid in more than two interstitial spaces، زي مثلاً ممكن تكون موجودة في ال أو soft tissues، ممكن تكون موجودة scalp edema، ممكن تكون موجودة ascites، ممكن تكون موجودة pericardial effusion، ممكن تكون pleural effusion، والfetal hydrops the baby incompatible with life وبيموتوا. فلذلك الهدف من السكرينينج للتلاسيميا بنت الهيموغلوبين بارتس هايدروس، هذا الهدف من انه ليش بنعمل سكرينينج للالفا تلاسيميا، خاصه اللي هو ما يدعى بفحص قبل الزواج. بري بريجننسي زي ما حكينا ما نعمل سكرينينج، ف الالفا تلاسيميا تريت بدنا ننتبه انه في إذا كان طبعاً الهزبن نفس التريت، ففي احتمال إنه واحد من أربعة البيبي يجي عنده هايدروبس فيتاليس. إذا الأم عندها هيموغلوبين H بدنا ننتبه إنها بدها تأخذ ريجولر فوليت خلال فترة الحمل. هلأ البرينيتل بدك تحكي لهم احتمالية إنه البيبي يجي عنده تلاسيميا، ولذلك ممكن you can offer البرينيتل دايجنوستيس CBS أو الكورنيك بلس سامبلينج مع الأميوسنتيسيس. الأورال آيرون بيعتمد على الفايندينجز الموجودة عندنا، وانتيكيتد إذا كان السيرم فريتين زي السيكل سيل. الهيموغلوبين H زي ما حكينا بدها تاخذ فوليك أسيد قبل الحمل preconception وخلال فترة الحمل recommended طول فترة الحمل. الليبر والدليفري ما في specific or management recommendations مثلا زي السيكل سيل ديزيز، والindications for delivery pure obstetric indication، يعني ما في indication انك تولدها cesarean او induction الا اذا في obstetric indication للحالتين. البيتا تلاسيميا تريت، ولانه البيتا globulin chain هو only two genes، فاذا صار في missing او deletion ل one gene فبيكون واضح
على الهيموغلوبين الكتروفوريسيس، على الهيموغلوبين الكتروفوريسيس، فلذلك بتيجي بيكون هايبوكروميك مايكروسيتيك ريد سيل انديسيس، وهيموغلوبين A2 بيكون موجود على الهيموغلوبين الكتروفوريسيس. البيتا تلاسيميا، البيتا تلاسيميا تريد لازم نعمل سكرينينج للهازبند حتى نتأكد إنه البيبي ممكن يجي بميجر بيتا تلاسيميا ولا لا. أما مشكلتنا وهي موجودة للبيتا تلاسيميا ميجر، وخاصة إنه في بعض موجودة طبعاً نتيجة في بعض العائلات بتكون موجودة، فإذا أجتنا الست الحامل وعندها بيتا تلاسيميا ميجر فيهم سبيشال فيتشرز، بيكونوا شورت ستيتشر، وهدول بيكون عندهم سمول بلبيك بونز. الست هدول نتيجة سمول بلبيك بونز بيكونوا at high risk for cesarean delivery، فبدك تحط في بالك تحكي لها الرسك أو تؤسس البلبيك أدكوسي قبل الولادة. الفيتر ريسك بيجي برضو زي سيكل سيل، اي جي ار، ميسكاريجز، بريتيرم ليبر. البيتا تلاسيميا ميجر نتيجه الايرون اوفر لود اللي بيصير من سواء الهيموليسيس، فبيصير في ديبوزيشن للايرون في بعض الاورجانز من ضمنها البيتويتري، فلذلك بيجوا الستات ممكن يكون في هايبوغونادزم والفيرتيليتي will be affected، فممكن يجوا ب infertility. في بعضهم deposition في البنكرياس، الثايرويد، الهارت، بالتالي هاي الست لازم بتكون at risk for diabetes، should be screened for diabetes خاصة خلال فترة الحمل، screen for hypothyroidism، liver function test، cardiac function should be assessed. فلذلك في المانجمنت في حالات البيتا تلاسيميا ميجر بريجننس هذول بدهم مش بس الأوبستريك تيم to check fetal condition، should be followed up by other hematological team عشان الأم نفسها. الديفروكسامين زي ما حكينا الايرون كليتنج it should be stopped خلال فترة الحمل، بس it's safe to be used بعد الولادة فما في مشكلة ومع رضاعة. هلا التلاسيميا سواء الالفا تلاسيميا او البيتا تلاسيميا ما في specific labor او delivery management recommendations فما فيش مشكلة فيهم. والترانسفيجن طبعا اكيد tend to increase في الحمل لانه requirements بتزيد في الحمل، بدنا ناخذها في عين الاعتبار. يعني هاي هي الأشياء اللي بدي أعلق عليها بالنسبة للتلاسيميا أو السيكل سيل ديزيز. بتكون تأخذوا في بالكم إنه في طرفين لما نيجي نتعامل مع ست حامل عند سيكل سيل أو تلاسيميا، الأم نفسها والبيبي، فبالتالي المانجمنت بده يكون من مالتي تيم مش بس الأوبستاتريشن من جهة، ومن جهة تانية بده يكون ممكن نحتاج الهيماتولوجي، ممكن نحتاج كارديولوجي، ممكن نفرولوجي، فما نحط في بالنا إنه هدول الستات ما يطلق عليه اسم هاي ريسك بريجننسي. وهلأ في سب سبيشاليتي جديد، يعني أو موضوع مش جديد، بعد الأوبستاتريك والجاينكولوجي اللي هو الهاي ريسك بريجننسي حتى كيف يتعامل مع حضر المرضى. تمام، أنا هيك بكون خلصت. في أي سؤال على على المحاضرة؟ لما بدك تحكي لي فتي متأخرة، رح أختصر عليكي وأقول لك إنه أنت بالنسبة لي غياب.